طوبي لي أولا قبل كل شيء، طوبي لي أن أعبر لكم عن خالص الشكر وتقدير السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوفد المرافق لحفاوة الاستقبال من قبل الأجهزة الرقابية بالمملكة المغربية المتمثلة في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والهيئة العليا للحسابات ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة الوسيط ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. كما أهني أشهر أشقائنا المغرب ملكا وشعبا بمناسبة تقديم وثيقة الاستقلال. تأتي هذه الزيارة في ظل علاقات سياسية متميزة بين البلدين تشكل أرضية مناسبة لتعزيز العلاقات بينهما كما في كل المجالات لا سيما المجال العمل الرقابي، وخاصة ما لما تتميز به المملكة المغربية في هذا المجال من خبرة وتراكم المعرفي ونظام مؤسسي مبني على استقلالية الجهاز الرقابي وفق وقوته ووحدته وتمسكه. إن هذا اللقاء هو الأول من نوعه بين مؤسستين بين هيئة الرقابة ومؤسسات الرقابية بالمغرب، ونأمل أن يكون هذا اللقاء أو هذا الزيارة فاتحة للتعاون الدائم والمستمر. كانت هذه اللقاءات حقيقة مثمرة وذات يعني نفع كبير لاطلاعنا على هذه المؤسسات الرقابية وما تملكه من إمكانيات في مجال التدريب وفي مجال تقنية استخدام تقنية المعلومات والتطور التي لاحظناه بهذه الأجهزة. هذا الذي زاد من رغبتنا في فتح برنامج التعاون، ونسعى الآن لإعداد مذكرة تفاهم تشفي في مجال التدريب والتواصل وزيارات المتبادلة والاشتراك في المؤتمرات وعمل ورش عمل مشتركة، وكذلك التعاون في المحافل الدولية لخص المجال العمل الرقابي، وكذلك التعاون في مجال محاربة الفساد، لأن المغرب لها تجربة كبيرة حقيقة في بادة في هذا البرنامج وفي العديد من المجالات التي تخص العمل الرقابي. كان أن هيئة الرقابة هي من المؤسسات العريقة في ليبيا، وتاريخها تبدأ من الأجهزة الرقابية في ليبيا من 1950، وتدرجت بناء على البرامج السياسية والتغييرات التي تحدث في البلد. وأخيرا وجود ثلاثة أجهزة رقابية في ليبيا اللي هي هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد. في البداية دمجت الهيئة الرقابة والديوان، وبعدها تم فصلها بقانون 20/2013 بإنشاء هيئة رقابية مستقلة ذات ذمة مالية مستقلة وتلحق بالسلطات التشريعية ولها عديد من الاختصاصات ممكن نذكره لك بطريقة سريعة. لأن تتمتع هيئة الرقابة بسلطة بقانون كبير حقيقة، وقانون أعطى مكنة لأعضاء الهيئة. هذا القانون اللي توى به الأزهو في 2013، وتم تعديله اللي أعطى صلاحية لعضو التحقيق أن يكون بصفة الوكيل النيابي. أيوة. هي الرقابة لها رؤية. رؤية الرقابة اللي هي رقابة مهنية، رقابة هيئة الرقابة رؤيتها هي رقابة مهنية تتميز بأعلى مبادئ المعايير والنزاهة والشفافية لتعزيز المسألة العامة وصون حقوق العامة والحريات. بالنسبة لرسالة الهيئة عندها رسالة ورؤية ورسالة وقيم. المبادئ اللي أرست عليها الرسالة هي القيام بالرقابة الإدارية الفاعلة لتعزيز النزاهة والشفافية بكل مؤسسات الدولة
بما يساهم في تعزيز الوقاية ومكافحة الفساد ورفع تقارير وأراء مهنية للأطراف ذات العلاقة لتحقيق التنمية المستدامة. الهيئة تتبع وتلحق بالقانون، تلحق بالسلطة التشريعية، السلطة التشريعية يعني تابعة، يعني تتبع تراقب الحكومة، قرارات الحكومة. تو نشرح لك مجموعة كاملة تتميز القيم والجوهر، القيم الجوهرية لهيئة الرقابة تتمثل في السرية، سرية العمل، التعاون والتعاون العمل بروح الفريق، يشتغلوا بروح الفريق، المسؤولية التضامنية اللي هي الشفافية، الرقابة الذاتية والانضباط، الاستجابة العالية، الحيادية والعدالة المهنية، الاستقلالية والموضعية. هذه هي القيم الجوهرية لهيئة الرقابة الإدارية. قلنا هذه التاريخ، نبذة تاريخية حكيت عليها سريعا كي. فعنا الاختصاصات الهيئة الهيكلية، ما تبي تصل عليها؟ لا دقيقة. أهداف الهيئة، أعطيك أهداف الهيئة، موضح لك هي أهداف الهيئة تتمثل في ثلاثة أهداف. التأكيد من أن العاملين بالأجهزة للتنفيذ يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة للمواطن، الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة وكرامتها وتحقيق فيها والتحقق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها. تهدف إلى تحقيق رقابة فاعلة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمال التأكد من مدى تحقيقها لمسؤولياتها وأداء واجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح، مكافحة الفساد بجميع أشكاله في قطاعات الدولة وفق التشريعات النافذة بالخصوص. اختصاصات الهيئة في نقطة متعلقة بالرقابة على قرارات الحكومة، أي هذه وحدة، هذه اختصاصاتها، هذه مطلوب من كل وزارة لما تصدر أي قرار لابد تحال صورة لهيئة الرقابة. أي قرار تصدر الجهة سواء خص إداري أو ما يتعلق بتغيير مركز مالي أو إضافة حاجة أي مواضيع تخص المالية لابد تحال صورة فورية لهيئة الرقابة الإدارية لمتابعتها والاطلاع عليها. وبإمكانكم أن تطلبوا سحب هذه القرارات، هذه إذا كان فيها خلل واحد فتطعن فيها ولا تطالب بإيقافها لحين تأكد منها. يعني هل لدي الهيئة السلطة إجراء تحقيقات؟ لها السلطة المطلقة يعني التحقيق في الواحد والاطلاع. هي للهيئة الرقابة، الأعضاء الرقابة والموظفين الفنيين الاطلاع على كل ما يتعلق بالجهة من مستندات والاطلاع على عملها والوقوف عليها والاطلاع حتى على المستندات السرية، له الحق للاطلاع عضو الرقابة إذا رأى أن يطلع عليها وتحقق فيها، وإيقاف حتى بعض الإجراءات اللي مخالفة، وإيقاف حتى الرقابة لها سلطة إيقاف حتى الوزير، وزير بقرار من السيد رئيس الهيئة الرقابة الإدارية. تحال لإدارة التحقيق، عن إدارة احنا مختصة بمجال هذا التحقيق في كل ما تكشفه الإدارات العامة أو المكاتب الفنية، من المكاتب الفنية اللي لها علاقة أو في الفروع من مخالفات، فتحال لإدارة التحقيق وتحقق فيها وتحولها بعدين للمحاكم أو للمجلس التأديبي. هذا يتطلب إمكانيات مادية وبشرية كبيرة. موجودين فيها إمكانيات، فيها أعضاء اللي ليهم كل 35 سنة والعدد كبير حقيقة، وإمكانيات موجودة في حدود 4,000-5,000 موظفين الآن، وذات تخصصات مختلفة يعني قانون وفيها هندسة وفيها ماليين وفيها في كل المجالات اللي تحتاجها لمتابعتها في الأجهزة التنفيذية. وما علاقتها مع المؤسسة؟ هل تقدم تقارير أمام المؤسسة؟ الهيئة الرقابة الإدارية في كل سنة تقدم تقرير
متكامل على نشاطها ومقسم تقريرها على أربعة مراحل، يعني الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث، وتجمع هذه التقارير وتحال إلى السلطة التشريعية لاعتمادها والاطلاع عليها، وتحال لكل الجهات اللي تم متابعتها صورة من هذه التقارير والتنفيذ فيها، وتشكل لجان بعدين لمتابعة هذه الملاحظات. يعني في سنويا كم عدد التحقيقات التي تقوم فيها؟ عدد حسب الإجراءات اللي مطلوبة اللي تحتاج تحقيقات، لكن فيها قضايا كبيرة أصدرت حتى هيئة الرقابة كم مرة في إيقاف مسؤولين في الدولة، ولين تم التحقيق معهم وبعدين ترفع عليهم الإيقاف هذا في خلال انما ثبت انه ما شيء، وكان في استحاله للسلطات. يعني كيف هي وضعيه الفساد والمشاكل داخل ليبيا على ضوء نشاط هيئه الرقابه الاداريه؟ بالنسبه لهيئه الرقابه دي بذلت كل جهدها كل الاجراءات والتحقيق والمتابعه، وحقيقه فيها نتائج يعني مثمره في هذا المجال. و هو كما تعرف أن الفساد في العالم الآن زي المرض الخبيث، يعني بدأ ينتشر في كل، وفي تكاتف والرقابة منضمة لعديد من مؤسسات مكافحة الفساد، وده في برامج كبيرة حقيقة لهذا العالم. كما تحدثت أن يجب أن يتكاتفوا في هذا المجال، لا يمكن لدولة بروحها أن تكافح الفساد، لأن فيها كفساد عابر الحدود، في فساد داخلي وفساد خارجي، وهذا لابد من التعاون الدولي بالكامل. يعني ايضا تتابعون الشركات الكبرى مساهمات الدوله في الشركات، الشركات هذه كلها خاضعه لرقابه الهيئه، وحتى الشركات اللي فيها نسبه الدوله مساهمه فيها ب 25% من حق الرقابه نتبعها، والشركات الخاصه اللي تقدم خدمه عامه حتى خاضعة لمراقبة الهيئة، يعني هذه بصفة عامة. وحجية تقرير الرقابة يعتبر حجيته زي تقرير القضاء، يعتبر لما فيه تحقيقات على مستوى الدولة واحدة من الحجية لهذا الموضوع أن تقرير الرقابة أشار لهالكلام هذا فيه. كما أقدم لكم كامل الشكر على تواضعكم وعلى يعني حرصكم على هذا اللقاء، واحنا نؤكد الان للأزهر الرقبي في المغرب اننا على استعداد للتعاون، وحتم مراسلتهم عندنا مسوده مذكر التفاهم بهذا الخصوص، وحقيقه الأزهر الرقبي ابدت استعدادها حتى بالمملكه المغربيه، ونحتاج الآن لتطوير هذا وبداية وتبادل المعارف وتبادل الخبرات، وحقيقة دعوناهم حتى لزيارة ليبيا، وإن شاء الله يكون كل شيء على خير. يعني أؤكد لكم أن هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الليبية للدراسات العليا وأحد مراكز التحكيم بإعداد مؤتمر دولي للتحكيم في ليبيا في الواقع والافاق، وهذا حقيقه حندعو فيها المؤسسات الرقابيه وكل المهتمين بالتحكيم الدولي للمشاركه في هذا المؤتمر، وسوف يتم تحديد الموعد في شهر 3 او شهر 4 وبعد، يعني حسب الاستعدادات. وانا في هذا المؤتمر انا رئيس اللجنه العلميه